بمعزل عن الدوافع الحقيقية لمقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان، فإن القضية تحولت إلى قضية سياسية بامتياز، صاعدت من الاشتباك السياسي القائم في البلاد منذ عام 2005 حين قتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. طمن ضل موسومين ببلد الإرهاب والكبتاجون، طما يضل عنا عمليات اغتيال وقتل وخطف مثل ما صار مع باسكال، فيصير عنا حدود معروفة محروسة مضبوطة، مواجهة مستمرة، لأن الأمور ما بقى تنحل من دون مواجهة مستمرة ويمكن طويلة، وقد ما تكون طويلة. البطريرك الماروني شار الراعي قال في عظته إن المسؤول عن الأوضاع القائمة حاليا في لبنان إنما هو تفلت السلاح ومسألة مصادرة قرار الحرب والسلم من قبل حزب الله دون أن يسميه. يجمع المعلقون على هذا الخطف والاغتيال في منطقة الشهيد باسكال الآمنة أن السبب الأساسي الذي يستسهل الإجرام المغطى سياسيا من النافذين والهارب من وجه العدالة أو المتمرد عليها وعلى القضاء، السبب عدم انتخاب رئيس للدولة وبالتالي حالة الفوضى في المؤسسات الدستورية والوزارات والإدارات العامة وانتشار السلاح بين أيدي المواطنين والغرباء العائشين على أرض لبنان. فلمصلحة من هذه الفوضى بالحكم والإدارة والقضاء والسلاح وقرار الحرب والسلم من خارج قرار الدولة؟ ويأمل اللبنانيون، خاصة لأننا في 13 من أبريل نيسان هو موعد الذكرى 49 للحرب الأهلية في لبنان التي استمرت 15 عاما، يأملون بأن لا يهتز السلم الأهلي في البلاد على الرغم من هشاشته، ويأملون دائما بأن يبقى الأمر في إطار تنذكر وما تنعم. عماد الأطرش، سكاي نيوز عربية، جبيل.